وعلى هذه اللقطات الجميلة من مبادرة سياج اللي تنظمها كلية الطب بجامعة السلطان قابوس، مبادرة رائعة لتثقيف المجتمع حول مرض السرطان وأخذ المعلومات من مصادرها الصحيحة. باسمي وباسمكم جميعا أرحب بضيفنا ميثم بن قاسم اللواتي رئيس مبادرة سياج. صباح الخير ونورتنا في قهوة الصباح. صباح الخير محمد، صباح الخير خديجة. أهلا وسهلا. والنور نوركم. حياك الله. أهلا وسهلا الله فيك معنا. الله يحييك. أهلا وسهلا. في البداية ميثم، حابين نتعرف من خلالك على مبادرة سياج بشكل عام. مبادرة سياج هي مبادرة أسست في جامعة السلطان قابوس وهي تابعة لكلية الطب والعلوم الصحية. أسست المبادرة في عام 2019 ونهدف من خلال المبادرة إلى تحسين نمط الحياة لدى الناس. جميل جدا. ما هي إذن الأهداف اللي تسعوا لتحقيقها من خلال هذه المبادرة كونها مبادرة ربما جديدة من 2019؟ طبعا من أهدافنا في مبادرة سياج هو رفع مستوى الوعي لدى الناس ولدى العامة ولدى المجتمع العماني بمرض السرطان. جميل. من خلاله نهدف، أو كل فعالياتنا تهدف إلى رفع مستوى الوعي من خلال الالتزام بالرياضة. نعم. والأكل الصحي. نعم، جميل جدا. إذن مبادرة جميلة تهدف إلى تحسين الوعي ورفع الوعي عن مرض السرطان، ولكن هنا السؤال، لماذا اخترتم مرض السرطان بالتحديد؟ الله يعافي الجميع من هذا المرض. عافانا الله وإياكم. طبعا لاحظنا أن أعداد السرطان وأعداد مرضى السرطان في ازدياد في السنوات الأخيرة، مع الأسف. وقد يكون يعني المجتمع متعطش للمعلومات الصحيحة بمرض السرطان، كيفية الوقاية منه، كيفية علاجه، إيش مسبباته. فارتأينا أو ارتأت دكتورة عذار الزعابية مؤسسة المبادرة، وهي طبيبة بالمناسبة، وجه لها التحية. كل التحية. ارتأت أنه يحتاج يكون في برنامج يسعى إلى تعزيز الوعي بالسرطان بشكل خاص. نعم. وخاصة أنه للأسف مرض السرطان مرض مميت وقاتل، فيحتاج أنه الواحد يعرف كيف يتعامل معه، كيف يعني يكون بعيد عنه، وأيضا المعلومات المتعلقة بمرض السرطان. ميثم، أنت ذكرت أن المعلومات جالسة تنتشر بشكل كبير. أنا أتكلم الآن، وسائل التواصل الاجتماعي صارت هي الانفجار العظيم لأي معلومة كانت. كيف سياج استغل وسائل التواصل لتصحيح هذه النظرة اللي أنت جالسة تصححها الآن؟ طبعا مثل ما كلنا نعرف الحين انه وسائل التواصل الاجتماعي لها دور كبير، بحيث انه الشخص يقدر يوصل لفئه كبيره في وقت قصير. نعم. وفي وقت قياسي، ويحدد الفئات اللي يستهدفها. صحيح. نعم. فاستغلت سياج منذ بدايتها مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الانستغرام وتويتر وايضا المنصات الاخرى في انها توصل لهذه الفئه، توصل للفئه اللي نحن نستهدفها. جميل. من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ننشر المعلومات الصحيحة من مصادرها الصحيحة، وتكون مبنية على أسس علمية، وأيضا الناس يعني يكونوا يعرفوا أكثر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. جميل جدا. وكيف شفتوا التفاعل مع حساباتكم في مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما تنشروا المعلومات الصحيحة عن هذا المرض الخبيث؟ الحمد لله توصلنا استفسارات من كامل عمان، وأيضا نشوف تفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي في صفحاتنا، بحيث أنه الناس مثلا تعمل شير للبوستات هذه وتتكلم مع أقاربها، ولمسنا أنه في تغيير واضح من خلال معارفنا عن مرض السرطان والممارسات اللي يسووها الناس عشان يجتنبوا هذا المرض. جميل، ممتاز. فريقكم الآن ميثم يحاول أن يغير نظرة في المجتمع، خصوصا الشباب، وإحنا أصلا في أسبوع نحتفي فيه بالشباب العمان. هل ترى هذا النوع من المبادرات يؤثر فعلا بشكل مباشر على الشباب في تغيير فكرة نمط ما؟ أكيد يؤثر. ما عندي شك أنه الشباب لديهم طاقة لا محدودة. أكيد. وهم قادرين على أنه يصنعوا التغيير. طبعا. فبأفكار الشباب المتجددة أنه نحن نقدر يعني نجيب أفكار دائما، وتكون أفكار جديدة وتأثر في الشباب وفي المجتمع ككل.
نعم جميل جدا، ودائما صوت الشباب هو الصوت الأقوى، يعني مبادراتهم في مختلف المجالات أكيد لها تأثير. اليوم ميثم، من خلال مبادرتكم مثل ما ذكرنا في البداية أنكم تصححوا المفاهيم الخاطئة أو الشائعات عن مرض السرطان، لو تعطينا مثلا مثال عن شائعة أو معلومة مغلوطة وأيضا في المقابل المعلومة الصحيحة لها. مثلا أنه السرطان مرض معدي، مثلا السرطان مرض وراثي. نعم السرطان ما مرض معدي، بس في سرطان واحد اللي هو سرطان المعدي. مثلا السرطان مرض وراثي، نعم قد يكون السرطان موجود في 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 بعض العوائل. نعم. لكن الشخص هذا يقدر يتجنب مرض السرطان من خلال الممارسات ونمط الحياة الصحي اللي هو يمارسه يعني بشكل يومي. نعم. ممتاز، إذن تصحيح مهام مهم جدا هذا. ميثم، أنتم معاكم إقامة السايكلوثون الوطني الأول، هذه المبادرة نبي نتعرف عليها أكثر. طبعا السايكلوثون الوطني الأول هي مبادرة أو فعالية جديدة. جميل. نسويها لأول مرة في سياج. نعم. راح تكون في شهر نوفمبر إن شاء الله. نعم. الهدف منها إنه يكون يعني تشجيع الناس على الرياضة أو نوع من أنواع الرياضة اللي هو الدراجات الهوائية. حلو. فارتأينا إنه نحن نقوم بعمل سباق وينقسم لنوعين، أو في نوعين من السباق هذا. جميل. سباق للمحترفين يعني الأشخاص اللي أوريدي في هذا المجال. نعم. وسباق للهواء اللي هو كامل الناس. حلو. فأي حد يقدر يشارك من عمر 18 وفوق، والهدف إنه نخبر نوصل للناس إن الرياضة ممتعة، الرياضة تقدروا تتبنوها في 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 يومكم يعني. جميل. بشكل وقيمة بشكل هذه الفعالية ولا جاري إقامتها، جاري تنظيمها؟ راح تتم في شهر نوفمبر إن شاء ممتاز. الله. ممتاز. فتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي سياج أندرسكور كاب كانسر أويرنس بروجرام. حلو. وعشان تسجلوا وتعرفوا أكثر عن السايكلوثون الوطني. جميل جدا. إذن ميثم، يعني مبادرات جميلة قمتم بها أيضا من خلال متابعتنا لصفحاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي، هنالك ما شاء الله يعني تفاعل كبير. إلى الآن ميثم بالمستوى الشخصي، يعني دخولك في هذه المبادرة ماذا أضافت لك؟ أضافت لي الكثير. أول شيء أنه أنا كطالب طب استفدت كثير من المعلومات اللي حصلتها من خلال من خلال المعلومات المحتوى اللي نقدمه. نعم. فأضافت لي رصيد علمي كبير، أضافت لي يعني مهارات شخصية مثل التواصل مع الناس، الفعاليات الميدانية اللي نحن قمنا بها في مختلف ولايات السلطنة اللي هي سياج حول الولايات، بحيث إن كانت فعالية ميدانية نتواصل فيها بشكل مباشر مع الناس، نجاوب على أسئلتهم، نعطيهم المعلومات الصحيحة، نقوم ببعض الأنشطة. جميل. فكل هذه الأشياء أضافت لي رصيد كبير شخصي من المعلومات العلمية وأيضا المهارات اللي أحتاجها كطبيب إن شاء الله في المستقبل. نعم. جميل ما شاء الله. ميثم، أنت عضو من فريق متكامل يقوم بعمل هذه المبادرات يوما بعد يوم. قبل ما أسألك عن خططكم القادمة المستقبلية، كلمة شكر توجهها لهذا الفريق. الفريق هذا بصراحة يعني فريق عظيم جدا، اشتغلت معه من السنة الماضية نفس هذا الوقت إلى الآن، وأبدعوا وما قصروا، وما راح أذكر أسماء عشان أخاف أنسى حد طبعا. بس أوجه شكر لكل عضو من أعضاء سياج، الفريق الإداري التابع للمبادرة، النواب مالي، الأعضاء اللي هم فوق 200 عضو في المبادرة، فحاب أوجه لهم كلمة شكر وكل عام وأنتم بخير بمناسبة يوم الشباب. كل الشكر أكيد لهم على هذه المبادرة الجميلة، لكن هنا السؤال، هل كلكم طلب الطب في الفريق أم من كليات مختلفة من الجامعة؟ جميل. طبعا المبادرة هي تابعة لجامعة السلطان قابوس، ونحن نشمل طلبة من كلية الطب، من كليات جامعة السلطان قابوس، كلية الآداب، كلية الهندسة. جميل. كلية العلوم، فكل كليات جامعة السلطان قابوس، بالإضافة إلى أعضاء، عندنا أعضاء من خارج الجامعة يعني. والفريق يكبر ما شاء الله. والفريق يكبر. إذن هو الفريق اسمه سياج. سياج. حلو. ما الخطة القادمة لسياج؟ راح يكون عندنا طبعا السايكلوثون الوطني، أيضا راح يكون عندنا كتاب حياة ذات معنى 2، لأن اشتغلنا على الجزء الأول وأوريدي موجود في المكتبات. ممتاز. أيضا الوكثون الوطني 3، وسياج حول الولايات، وأيضا سياج حول المدارس راح تكون إن شاء الله في الشهر القادم. ما شاء الله. نروح للمدارس ونوعي طلبة المدارس عن مرض السرطان، ونقيم لهم الأنشطة المناسبة
لمستواها. ما شاء الله، خطط مكللة بالنجاح بإذن الله ميثم. لكن شدني موضوع الكتاب، عندكم نسخة أولى والآن تشتغلوا على النسخة الثانية، تكلمنا أكثر عن هذا الكتاب ومحتواه. كتاب حياة ذات معنى عبارة عن كتاب فيه قصص من مرضى السرطان وعوائلهم والأطباء المشرفين عليهم. ما شاء الله. فالمؤلفين مؤلفي القصص هم نفسهم يحكوا معاناتهم مع مرض السرطان، كيف خطة العلاج. فلاحظنا أنه من الناس اللي قرأوا هاي الكتاب أنه وصل لقلبهم، يعني تأثروا منه. فتأثروا بمرض السرطان. أيضا فيه اليوميات اللي كانوا يعيشوها، كيف رحلتهم مع المرض، كيف عوائلهم كانوا معاهم واقفين، وكيف تغلبوا على المرض. كتاب جميل. كتاب جدا ملهم، انا اتذكرني قرات وصلني هذا الكتاب، حياه ذات معنى. فعلا حياه ذات معنى. وكل التوفيق لكم الزميل ميثم بن قاسم اللواتي رئيس مبادره سياج، شكرا لك جميعا. شكرا لكم جميع افراد الفريق على هذه الاعمال الطيبه، وكل التوفيق لكم يا رب جميعا ان شاء الله. شكرا. شكرا لك ميثم، وشكرا ايضا لطاقم العمل معك. اذا مشاهدينا فاصل ومن ثم نعود، كونوا معنا.